تيجي نروح السنغال، رحلة عجيبة جدا وغريبة في جزيرة اسمها جزيرة جوري، واحدة من الجزر اللي يمكن شهدت أحداث عجيبة جدا. عايز أقول لكم على مدار 4 قرون، 400 سنة، 60 مليون بني آدم كان راح الجزيرة دي، بس مش زيارة زي ما احنا هنزورها كده، ده للأسف كانت زيارة. عايز أقول لكم يعني حاجة ما يعلم بيها إلا ربنا. رحلة العبيد أو تجارة العبيد على مدار 4 قرون، السنغال، جزيرة جوري. تعالوا نشوف الجزيرة الغريبة ديت. رحلة للسنغال، رحلة كانت رحلة عمل سريعة، حوالي تقريبا يمكن 3 أو 4 أيام. والجميل في زميلي الشاب التونسي الرائع ان هو دايما بيستعد للرحلة، ان هو عايز اقول لكم يقرأ كويس قوي، يدخل على اليوتيوب ويشوف البلد والمزارات بتاعتها. انا يمكن كنت معتقد ان انا وسط بقى زحمة الشغل مش هعرف اشوف حاجة في السنغال، يا دوبك يمكن عملت سيرش كده بسيط، عرفت ان في تمثال مثلا هو النهضة من الحاجات المشهورة جدا مرتبطة بالعبيد وكده. لكن زي ما قلت لكم زميلي التونسي، والتوانسة على فكرة شاطرين قوي فيما يخص الأمور الثقافية، يعني حسب ما أنا تعاملت معاهم. السنغال تحتوي على جزيرة يعني خرافية، الجزيرة دي اسمها جزيرة جوري. جزيرة جوري دي كانت واحد من المراكز الأساسية لتجارة العبيد على مدار حوالي تقريبا 4 قرون. مبدئيا السنغال فين؟ السنغال في أقصى الغرب الأفريقي، يعني زي ما انتم شايفين كده الخريطة قدامنا، أقصى الغرب الأفريقي موجودة السنغال. والدكار زي ما احنا شايفين كده الخريطة اللي على اليمين، السنغال عاصمتها دكار، ودكار دي عبارة عن لسان كده طالع في المحيط الأطلنطي. قدام اللسان ده أو قدام دكار الحديثة دلوقتي موجودة حوالي تقريبا على بعد نقول تقريبا 3 كيلو أو 3.5 كيلو بالسفينة أو بالباخرة، بتاخد حوالي تقريبا 20 دقيقة تركب من الميناء توصل لجزيرة جوري. وجزيرة جوري دي زي ما قلت لحضرتك دي واحدة كانت يعني بتضم يعني فترة من أسوأ وأبشع فترات البشرية اللي عاشوها الجماعة العبيد. يعني في يمكن بعض الإحصائيات بتتكلم على حوالي تقريبا 70 مليون بني آدم للأسف تم يعني استرقاقهم ووضعهم بقى في شكل العبيد وكده. والناس دي سافرت سواء لأمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية أو حتى لأوروبا. الجزيرة دي برضو على فكرة جزيرة جوري يعني وقعت تحت الاحتلال البرتغالي ثم الهولندي ثم الفرنسي ثم الإنجليزي، انتهى بها المطاف للاحتلال الفرنسي في الآخر. وكان برضو الحرب العالمية يقال الثانية كانت برضو داخل الجزيرة دي، كان عليها بعض القوات الفرنسية. زي ما حضراتكم شايفين كده احنا بنتكلم على ان الجزيرة دي زي ما قلت لك هي اقصى نقطة في غرب افريقيا، اقرب نقطة لامريكا اللاتينية وامريكا الشمالية واوروبا. المسافة تعتبر يعني نسبيا قريبة طبعا بالسفن اللي بتطلع من المواني. كان بيتم بقى تجميع العبيد من أو يعني الأفارقة، ما هو مش عبيد، يتم تجميعهم من المناطق بتاعة غرب أفريقيا كلها مرورا حتى بنيجيريا. كانوا بيتم تجميعهم في المنطقة دي، يفضلوا حوالي تقريبا مستنيين 2 أو 3 شهر في أبشع الظروف. يعني هتلاقي حتى البيوت لغاية النهاردة محتفظة بالشكل بتاعها في جزيرة جوري. دي جزيرة جوري. جوري زي ما قلت لحضرتك هي جزيرة ما هياش كبيرة، وهي على بعد بالظبط حوالي تقريبا يعني ما خدناش يمكن 1/3 ساعة من الميناء دكار لغاية لما نوصل للميناء. زي ما انتم شايفين كده في لسان، واللسان ده يمكن حتى راسي عليه سفينة قدامنا. السفن دي بيقولوا حوالي تقريبا 6 مرات في اليوم السفينة بتفضل رايحة جاية ما بين الجزيرة وما بين ميناء دكار. الجزيرة دي النهاردة بيقولوا ان عايش فيها حوالي تقريبا يعني اقل من 2000 شخص، محتفظة بالبيوت بتاعتها بالستايل اللي انتوا شايفينه كده، الستايل الاوروبي يعتبر في القرون الوسطى. البيوت اللي كان بيضم يعني بتضم العبيد تم هدمها كلها ما عدا بيت واحد بيسموه بيت العبيد، وبقى رمز النهارده على مستوى العالم كله. وكتير على فكره من الرؤساء والزعماء راحوا زاروا البيت دوت. والبيت ده بيحتوي على حاجه اسمها نورتيرن، باب اللا عوده، على مدار زي ما قلت لحضرتك حوالي تقريبا 400 سنه. بعض الإحصائيات بتتكلم على 70 مليون شخص تم يعني إيه سفرهم من الجزيرة سيئة السمعة دي. بتاخد حضرتك السفينة من الميناء بتاع دكار، ويمكن عايز أقول لكم الناس اللي هتروح هناك كلها كده يعني المفروض يكون معاك الباسبور، لأن أنا يمكن اتعرضت لموقف مش لطيف هناك، ما كنتش واخد الباسبور، كان ضاع مني قبل كده في سفرية. فأصر الضابط ان انا ما ادخلش الا ومعايا الباسبور. يا عم يهديك يرضيك، ما فيش ابدا يعني،
لدرجة إن السفينة ليها ميعاد معين كانت هتمشي خلاص، لولا إن طلع لنا بقى شاب كده سنغالي هتشوفوه إن شاء الله في الفيديو، هو مرشد أو جايد، والراجل دوت يعني اتحايل على الضابط وطبعا أخد مبلغ محترم عشان يعرف يعدينا. أنا دايما بمشي بصورة الباسبور، يعني خوفا من ان الباسبور يضيع مره تانية او حاجه زي كده. ده المينا زي ما حضرتك شايف، سفن جميله جدا ومعمول عليها طبعا العلم او مرسوم عليها العلم السنغالي. طلعنا فوق طبعا طالعين متاخرين وما لقيناش اي كراسي خالص، لكن مش مشكله لان فعلا الرحله كانت جميله وممتعه والهواء كان حقيقي جميل. ابتدت السفينه هي تتحرك من المينا بتاع داكار، وعلى فكره يمكن منطقه المينا بتاع داكار منطقه تعتبر منطقه راقيه جدا. عايز اقول لكم ان الدكار مش من المدن الغنيه، على الاقل في الاماكن اللي انا شفتها البيوت معظمها دورين او ثلاثه، يعني حالتها متوسطه، ليها ستايل برضو على فكره واخده من الروح المغربي شويه، واخده من الروح الموريتاني شويه، بالاضافه طبعا لتاثرها بالحضاره غرب افريقيا السمراء. معظم السكان هناك مسلمين في السنغال، لكن طبعا في نسبه من الكريستيان. المنطقة بتاعت المينا واخدة ستايل فرنسي قوي، يعني تلاقي العمارات الطويلة، العمارات الشيك، العربيات الشيك، الستايل بتاعها مختلف. المنطقة بتاعت المينا غير بقية دكار، على الأقل الأماكن اللي أنا شفتها زي ما أنت شايف كده العمارات اللي من ورا دي تبين لك الشكل. الجو كان يومها جميل، الدنيا مشمسة لكن مش الحر الشديد. ابتدت بقى السفينة تتحرك زي ما حضرتك شايف، والسياح يمكن على السفينة دي كان في جنسيات أفريقية مختلفة بالإضافة لبعض الجنسيات القليلة الأوروبية أو الأمريكية. من الحاجات الجميلة برضو اللي شفناها في طريقنا إن لقينا بعض الشباب السنغالي على الجيت سكي عامل شوية كده أشكال جميلة، يعني إيه سلونا في طريقنا وإحنا رايحين للجزيرة. ابتدت الجزيرة تبان من بعيد، هي زي ما حضرتك شايف فيها طبعا بعض الأماكن المرتفعة على شكل جبال، بالإضافة لمنطقة مستوية واخدة يمكن معظم الجزيرة، لكن المنطقة اللي على اليمين عالية وعليها بعض المباني كمان اللي لها ستايل فعلا مختلف ومميز جدا، قريب من الحاجات اللي بنشوفها في الأفلام الأمريكية لأوروبا يمكن في فترة اللي هي القرون زي ما قلت لك اللي هي من 16 ل 19. هي ابتدت زي ما قلت لحضرتك الجزيرة تبان من بعيد. رسينا اخيرا على المينا زي ما حضرتك شايف كده، ابتدت الناس تنزل شويه بشويه واحنا نازلين، والبيوت اهي ابتدت تبان زي ما قلت لك، البيوت ليها ستايل فعلا مميز جدا. معظم البيوت دي على فكره بقى لها مثلا ما لا يقل عن 150 سنه او ما شابه، محتفظه بالشكل بتاعها القديم، لكن بيت العبيد اللي هو المشهور جدا او الرمز اللي واخد الرمزيه دوت يعني بيقال ان هو بقى له اكتر من 250 سنه تقريبا. وانت نازل بتلاقي ممر، وفي نفس الوقت بتلاقي على جنبك على ايدك الشمال ناس مستنين السفينة لما تتحمل وترجع، ورغم ان الجزيرة على فكرة محتاجة وقت طويل في زيارتها، يعني هي عايزة على الاقل مثلا نص يوم، لان انت بتمشي على ممرات كده عاملينها على الارض. الجزيرة على فكرة ما فيهاش العربيات ولا موتوسيكلات، العربية يعني الحاجات دي ممنوعة في الجزيرة، فهي زي ما قلت لحضرتك محتفظة بالشكل القديم بتاعها قدر الامكان، حاولوا ان هم يحتفظوا بيها. والمفروض ان الجزيره دي على فكره تابعه للتراث العالمي لليونسكو. ادي شكل البيوت زي ما حضرتك شايف، البيوت محتفظه فعلا بالشكل بتاعها القديم، ومعظم البيوت دي كان بيسكنها الساده البيض اللي هم التجار اللي بيتاجروا في العبيد زي ما قلت لحضرتك. ده بقى البيت الاساسي، بيت العبيد المشهور جدا، هو مقسوم لدورين، الدور اللي فوق كان بيقعد فيه السادة اللي هم البيض التجار، والجزء الأسفل دوت عبارة عن عارف انت القبو، عبارة عن أماكن صعبة جدا ضلمة، أوض ضيقة كان بيتحشر فيها العبيد متربطين، يعني محطوطين في سلاسل ايدين ورجلين، وما يتمش تحريرهم من السلاسل دي غير مرة واحدة بس في اليوم عشان يروح يدخل الحمام. غير كده بتلاقي غرفة واحدة، الغرفة دي زي ما هنشوفها دلوقتي في الفيديو، الغرفة دي كان يقعد فيها حوالي تقريبا 30 واحد متربطين زي ما قلت لحضرتك وقاعدين كده متقسمين، دي غرفة للرجالة، دي غرفة للستات، دي غرفة للأطفال،
دي غرفة للفتيات اللي هم الفيرجن. كل طبعا حاجة وليها سعرها، يعني ممكن تلاقي من الحاجات اللي فعلا صعبة جدا تلاقي عيلة واحدة، الأب والأم والابن والابنة، واخد بالك، يجوا وهنا متربطين كل واحد في أوضة منفصلة، وتلاقي الأب بعد السفينة ما تيجي الأب مثلا يسافر يسفروه أوروبا، الأم يسفروها جزر الكاريبي، البنت يسفروها أمريكا. فكانت حاجة بشعة فعلا. تعالوا كده نتفرج على الفيديو دوت، يمكن هو في الجزء السفلي من البيت العبيد المشهور دوت، أو الرمز هنقعد في المكان ده للجزيرة. 20 واحد تعالوا كده نتفرج مستنيين بالثلاث شهور لغاية لما يتم نقلهم. متأيدين برجليهم. Or, la durée de l'attente pour les esclaves avait été très longue. Trois mois, trois mois et demi. Fahaz. So, ici, this one is for children. Kids. دي للأطفال. راح أبسلهم هنا. The children about 7 to 12 years. They separate the parent to put them here. And the kids stay here, cry, call mom on day. But the Europeans, they are upset, they don't care. They don't care. They just come around, I mean, touch the body of that kid, check temperature. So when some of them sick, so they just throw them on the sea for sharks. For shark? Yeah. A lot of shark, yeah. A lot of sharks that time. Yeah. It's like no medical assistance. And in this place is for girls, the young girls. Young girl. The young girls, they're expensive than ladies because the value of them depends to the breast and virginity to sell them. When they are very young, mean have virginity, they sell them four girls, I mean one girl for four ladies. Expensive. Yeah. So how they know who have virginity? So when the ships came, so the white people came down, so they just touched the breast to check how they're strong. Who have strong breasts meaning have virginity? They're very young. They're young, they never do sex. Without strong breasts, say no, she's not virgin girls. Put them out with mothers. Yeah. البيت ده كان واحد من البيوت الحقيقية اللي استمرت في الجزيرة لغاية النهاردة بدون هد، اللي بالفعل كان بتضم عدد كبير من العبيد زي ما انت حضرتك متقسمين بالشكل البشع اللي انتوا سمعتوه دوت. وفي نفس الوقت في باب اللا عودة، نو ريتيرن دور، وده يمكن واخد رمزية كبيرة، وكان زاره قبل كده زي ما قلت لكم زعماء كتير على مستوى العالم، منهم مثلا نيلسون مانديلا واوباما وكلين وغيرهم. احنا هنا برضو ما زلنا في بيت العبيد. تعالوا كده برضو نتفرج على الفيديو دوت. That time when the ships came, so they put all slaves, bring them from the cells, pass by this door to get America. That's why we call this one No Return. No return. Yeah. No return. Yeah. No return. It's like that. No return. We get here many leaders, Barack Obama, Bill Clinton came here, George Bush, Nelson Mandela. Yeah. Nelson Mandela, Jean Paul II, you know, and many African Americans come to visit this door. No return door. No return. But now is a return. Hein?
So that time you can imagine they. نورة الردور، واحد من أبشع الأماكن على مستوى قارة أفريقيا، زي ما قلت لحضرتك مرتبط بتاريخ أسود لتجارة العبيد. المكان ده على فكرة يعني كان، يعني عايز أقول لكم، ناس كتيرة كانت بترفض السفر، واللي كان بيتمرد واللي كان بينتحر واللي كانوا بيرموه لسمك القرش واللي كانوا بيربطوا رجليه بالحاجات التقيلة عشان لو حاور يعني يهرب أو كده يغرق في المية. الناس اللي كانت بتعيا على السفن ما كانش بيخلوها، كانوا بيرموها في المية. فكان فعلا شيء في قمة البشاعة، زي ما قلت لحضرتك يعني بعض الإحصائيات بتتكلم على 70 مليون، وزيهم أو يعني ما لا يقل عن يعني 50% من الرقم ده ممكن يكونوا فعلا ماتوا أو اتنقلوا في ظروف غير أدمية. ده باراك أوباما لما زار المكان ده، وأعتقد كان في 2013، وكان ألقى هناك خطبة برضو قوية مؤثرة جدا عن يعني حقوق الإنسان في على مستوى العالم طبعا، لكن كان ألقى نور تيرن دور كلينتون مع الرئيس السنغالي قبل كده، أعتقد كان اسمه عبده ضيوف. الدور الثاني من بيت العبيد، الدور الثاني ده عبارة عن متحف حاطين لك فيه بقى بعض الحاجات اللي زي ما انت شايف كده، القيود اللي كانت بيربطوا بيها الايدين والرجلين بالنسبة للعبيد، ايديهم ورجليهم، ستات ورجالة، اطفال، يعني كانت حاجة بشعة جدا. حطيت لك برضو خرائط وحطيت لك بعض التواريخ، فيعني هو برضو مميز جدا على فكرة الدور الثاني في بيت العبيد زي ما حضرتك شايف. ده الدور الثاني بيطل على المحيط بقى بشكل طبعا جميل جدا، وهو طبعا كان مؤسس للسادة التجار، هم موجودين فوق، والدور اللي تحت زي ما قلت لحضرتك كان معمول على شكل القبو أو الأقبية دي، كان فيها على فكرة برضو واحد من الأقبية للمتمردين، الناس اللي عاملة مشاكل، كانت حاجة كده يعني قصيرة جدا حوالي تقريبا 80 سنتي ارتفاعها، بحيث ان الواحد ما يقدرش حتى يقوم، يفضل في مكانه كده، انا آسف يعني، يشرب وياكل ويعمل حمام في مكانه ما يتحركش.